السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. شروط تفقيس البيض ونجاح عملية التفقيس وتفاصيل كتير تخص تفقيس بيض الدجاج، لازم حضرتك تكون على دراية بيها. المدة اللازمة لتفقيس بيض الدجاج، أسباب تأخر فأس البيض في الشتاء او في اي فصل، وبرضو معلومات ونصائح مهمة جدا تخص عملية التفقيس واخراج الكتاكيت من البيضة. قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة ليك من اليوتيوب، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. محتاجين في الاول يا جماعة نتكلم عن الشروط العامة لتفقيس البيض. اول حاجة حضرتك لازم تفكر فيها هي البحث عن البيض المخصب. البيض المخصب هو اللي احنا بنستخدمه، اي بيض تاني مفهوش بذرة او مفهوش روح او مفهوش جنين، يعني مفيش ديك بيكسر على الفراخ اللي بتبيض، يبقى كده حضرتك البيض ده ما ينفعش ترقد عليه او تستغله في التفقيس، ودي حاجة بديهية جدا ومعروفة. كمان برضو لازم نبحث عن البيض النظيف والبيض الكبير نسبيا. يعني لما بتيجي كده تجمع البيض علشان تحطه في الحضانة او تحطه تحت الفرخة، لازم تجمع البيض النظيف، تمام، اللي تكوينه جيد وحجمه كبير نسبيا، تمام. يعني طبعا احنا ما بننظفش البيض لما بنجمعه، طبعا بيبقى فيه طبقة طبيعية ضرورية تفضل عن على قشرة البيضة. لما نيجي ننظفه يفضل انك ما تنظفوش، عشان في طبقة كده ايه موجودة على قشرة البيض. في طرق للتنظيف بتبقى فيها حرص وحذر، لكن يفضل انك ما تنظفوش لو انت ما عندكش خبرة، تمام. برضو من الشروط المهمة هي الاحتضان المناسب. اول ما نحط البيض في الحضانة، تمام، ده بيحتاج 21 يوم علشان يفقس، حلو، في حال طبعا انه توفرت جميع الظروف المثالية لاتمام عملية التفقيس. لازم نقيس درجة الحرارة والرطوبة على مدار 24 ساعة مع اجراء التعديلات اللازمة علشان نخلي درجة الحرارة مثالية ونخلي درجة الرطوبة مثالية ونحافظ على الجو العام اللي حوالين البيض، علشان ده هو الاساس. برضو لازم يكون التفقيس صحي، تمام. التفقيس ده الخطوة الأخيرة اللي هي خروج الكتاكيت أو الصيصان الصغيرة من البيض، حلو. طبعا قبل الفأس بمدة قصيرة ممكن نلاحظ البويضات وهي بتتحرك لوحدها، تمام، نتيجة نشاط الجنين الموجود جوه البويضات. وعند مرور 21 يوم هيحدث بقى ايه، ان الكتكوت هيعمل ثقب صغير كده هينقر على القشرة عشان يعمل خرم يحاول يطلع منه من البيض، تمام. ايه بقى المدة اللازمة لتفقيس البيض؟ تمام، المدة اللازمة لتفقيس البيض بتصل طبعا مدة تفقيس البيض عند الدجاج ل 21 يوم، وبتتطلب المدة دي طبعا حاضنة بيض علشان تساعد في التحكم في درجة الحرارة والرطوبة وتقليب البيض في حالة طبعا لم ترقد الدجاجة الأم على البيض، تمام. برضو لما يحين وقت التفقيس من الأفضل ان احنا نترك الفراخ الدجاجة الصغيرة كتاكيت الصغيرة تطلع لوحدها، تمام، ودي حاجة مهمة جدا، لازم نسيب الفراخ الصغيرة او الكتاكيت الصغيرة تطلع لوحدها، لان انت لو ما عملتش كده ده ممكن يسبب مشاكل كتيرة جدا. الكتكوت هيطلع ناقص نمو، ونقص النمو ده ممكن يؤدي الى التهاب سرة ويؤدي الى عجز بعد كده، وتلاقيه بيعرج لانه طبعا النمو لسه ما اكتملش، بتلاقي صفار البيضة لسه موجودة في السرة، موجود في السرة بتاع الكتكوت، ده معناه ان هو ما كبرش ولم ينمو نموا كاملا، تمام. لو نما نمو كاملا وحضرتك طلعته بنفسك هيبقى كويس، انما المشكلة انه ما دام ما طلعش يبقى هو كده لم ينمو نموا كاملا، يبقى هيبقى عنده التهاب سرة ومشاكل هتؤدي الى النفوق، ولو عاش هيعيش طبعا مدة قصيرة وهيعيش وهو بيعاني، تمام. برضو جدير بالذكر ان احنا نقول ان الفراخ الصغيرة او الصيصان بتستغرق من 5 لـ7 ساعات علشان تخرج من البيضة، وفي بعض الحالات النادرة ممكن تحتاج ل 24 ساعة علشان نتم عملية التفقيس واخراج الكتاكيت من البيض بشكل كامل، تمام. برضو في اسباب طبعا بتؤدي الى تأخر البيض او تأخر فأس البيض في الشتاء، تمام. احد اهم الاسباب طبعا ان طبعا انت ممكن تكون جمعت بيض قديم او تالف، تمام، وطبعا ممكن يكون تم التعامل معه بشكل غير صحيح قبل جمع البيض، ده ممكن يؤدي الى
تأخر في غسل البيض. برضو ممكن يكون في خلل في درجة الحرارة، يعني في حالة ان كانت درجات الحرارة منخفضة جدا او مرتفعة جدا او غير مستقرة اثناء عملية التفقيس، كل ده هيؤدي الى تأخير في عملية التفقيس. برضو في خلل في مستوى درجة الرطوبة هيأثر برضو على عملية التفقيس وعلى ميعاد خروج الكتاكيت من البيضة. عدم تقليب البيض اثناء فترة التفقيس، بعض الاحيان مفيش تقليب، الناس بتنسى او الناس ما عندهاش المعلومه دي، ده يؤدي الى حدوث تشوهات في ساق الفراخ او الكتاكيت الصغيره، وده هيأخر عمليه التفقيس، ولو طلعوا هيطلعوا عندهم اصابات. برضو في يعني فتح الحاضنه اثناء تفقيس الصيصان بيؤدي برضو الى تاخير التفقيس، لان ده يؤدي الى اختلال في درجه الحراره ودرجه الرطوبه جوه الحضانه او في المكان اللي انت بتفقس فيه. تمام، نصائح بقى عامه حضرتك لازم تكون واخد بالك منها علشان عمليه التفقيس تتم بشكل سليم. لازم نختار البيض الصحي والناضج بشكل جيد، ما تختارش البيض اللي هو فيه اي مشاكل من قشرة البيض او مشاكل من حيث اي حاجة. انت عارف الفرخة دي بتبيض بيض كويس، هات الفرخة دي وخد البيض بتاعها. لازم تختار البيض اللي هو حجمه متوسط، لا كبير قوي زيادة عن اللزوم ولا صغير. برضو من الافضل انك تختار البيض من الدجاجة اللي هي دايما موجودة مع الدجاج التاني، الدجاج اللي حواليها ومش بتتخانق معاهم، تمام، متوافقة معاهم، منسجمة معاهم، منسجمة مع الديك، ومفيش مشاكل بينها وبين الديك، تمام، عشان انت تطمن ان البيض ده مخصب. حلو، لازم برضو تختار البيض من الدجاجات اللي بيطلعوا نسبة بيض عالية، يعني يفضل انك تاخد البيض من فرخة بتبيض كتير ما عندهاش توقف في عملية الانتاج. ده دليل على ان صحتها كويسة، ودليل على ان البيض اللي هي بتطلعه صحته كويسة برضو ومش هيأخر في عملية التفقيس ومش هيعمل اي مشاكل او اي تشوهات في الكتاكيت اللي انت عايز تطلعها. تمام، زي ما قلنا طبعا ان حجم البيض مهم جدا، وبرضو من الافضل ان احنا نبعد عن البيض اللي قشرته فيها تشقق او قشرة ضعيفة، لان ده طبعا بيبقى فيه صعوبة على الكتكوت ان هو يعني يطلع من البيضة اللي قشرتها تقيلة، البيضه اللي قشرتها تقيله او 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 تحس ان هي كده ايه مش ناعمه، تمام، تحس فيها نقر بيضه، حتت غامقه وحتت فاتحه، دي قشره تقيله شويه مليانه كالسيوم زياده عن اللزوم، هتبقى صعبه على الكتكوت، وكمان القشره المشققه او اللي فيها كسور او شروخ ده طبعا مستحيل يطلع كتكوت سليم او ما فيهوش مشاكل، لان لازم تبقى البيضه مقفوله كويس حوالين الكتكوت وهو جواها علشان تحافظ عليه من حاجات كتيره جدا لحد ما يطلع بسلام في معاده ويطلع ما عندوش اي مشاكل صحيه. تمام، ده كان الفيديو، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديده اول باول، ونشوفك على الف خير في حلقات جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.